عسلامة، معكم احمد كابو من موقع تونيزيان جيمرز. اليوم نتقابلوا في واتسون ماي جالكسي نوت 2. التليفون هذا شريته بعد ما تزرم لي التليفون القديم اللي هو السامسونج جالكسي تريند لايت، وكما تشوفوا النوت 2 يقعد من احسن التليفونات اللي صنعتهم سامسونج واللي عنده تاريخ كبير في سامسونج. ومن ناحيه الديزاين كان نقله معناها ثوريه من نوت 1 للنوت 2، وكان معناها فيه الاس بن والميزات هذه اللي خليت واحد من احسن التليفونات. واول ما تحلو اخترت له الوال بيبر هذه اللي معناها حسيتها مجعوله للنوت 2 متاعي، ما نعرف شكيك حليت في عيني. وبعد ما تعدى لللوك سكرين تلقى الوال بيبر كبرت شويه باش نبدل المنظر ما بين اللوك سكرين والهوم سكرين. كيما تشوفوا هذه اللي اوت اللي عندي، هذوما اهم لي زابليكاسيون اللي نستعمل فيهم، معناها نستعملهم كل نهار، ومن اهمهم الابليكاسيون تاع اليوتيوب اللي نستعملها كل نهار. ديما نستعملها الابليكاسيون تاع اليوتيوب باش نتفرج على فيديوهاتي القدم والفيديوهات الجدد نتاع العباد والا نتاعي، ومعناها نشوف لي كومنتير نتاع العباد اللي تحط لي دي كومنتير في فيديوهاتي، معناها نجاوبهم نشوف معناها كيفاش نعاونهم. وهيك معناها علاش نستعمل ابلكاسيون يوتيوب، كيما معناها كيما اي يوتيوبر نتصور نجم يعمل هكاك. وبعد نقول الابلكاسيون نتاع الفيسبوك والانستغرام اللي معناها ولاو حاجه ستوندار عند العباد، حاجه ولات ضروريه في كل تليفون، معناها خاطر السوشيال ميديا باش نجم تتفاعل مع العباد ومع اصحابك وهكاك، معناها في الاخر هو السوشيال ميديا وهكاك تستعمل. وبعد نقول الابلكاسيون تاع التليفون كيما اي عبد باش تكلم العباد، معناها حاجه ستوندار. وبعد نلقاو السيتينجز كيف كيف، حاجه لازم تكون موجوده في اي تليفون. وبعد نقاو الجاليري اللي معناها نستعملها باش نشوف تصاوري القدم obviously. وبعد نلقاو الابليكاسيون تاع الكاميرا اللي وليت معناها ديرنيرمون نستعملها برشا، خاطر ما كنتش نستعمل برشا تليفوني بالكاميرا بتاعو خاطر كانت تقزز. بعد كي معناها شريت النوت تليفون معناها الكاميرا نتاعو تيلانيه 8 ميجا، وبعد معناها الكاميرا القداميه 1.9، يعني كاميرا نتاعو مزيانه وخدامه معناها باهيه. وبعد نلقاو الابليكاسيون فلاش سكور اللي نتبع بها ماتشات الكره، خاطر اللي تبعني تعرف لي انا مغروم بالكره. هكايا المنيو تشوفوا هذه اهم باج معناها اللي فيها لي زابليكاسيون اللي نستعملهم ديما، ومن اهمهم ليوز فورتشن. اللعبه هذه لعبه سوما 5 دولار في الاب ستور، لكن تنجم تتصرف وتصبها كراكي كيما عملت انا، لكن اللعبه بالحق طياره وديما نلعب بها وليت. وبعد نقاو الترافيك رايدر، لعبه زاده طياره، وشوف معناها قداش معلم انا ما راهو خاطرني شد الكاميرا من بعيد. وبعد نقاو سناب تيوب ابليكاسيون طياره معناها تيليشارجي بها فيديوهات. وبعد نقاو الفلاش لايت اللي معناها تورش في اي تليفون زاده ستوندار، وهنيا فوت هيد اللي نستعمله في الفوت باش نتبع الالتيميت تيم والكوره تجدد اللي يابتو. ونقاو زاده في الاخر الديو باتري سيفر اللي هي ابليكاسيون ولات مهمه برشا بالنسبه لي، خاطر تنظف لي تليفون وتحافظ لي على الشارج. وفما زاده الاوبن في بي ان اللي معناها نستعملها للفري ماي ابس اللي هي ابليكاسيون تربح بها دي بوان باش تشري معناها دي كارت نتاع اب ستور. وكيما هذه زاده الديو باتري اللي نستعملها باش تربحني في الشارج ومعناها تركح لي التليفون. في الاخر هذا كان الفيديو، هذوما لي زابليكاسيون نستعملهم كل نهار. اذا كان عجبك حط لنا لايك، اذا كان ما عجبكش حط لنا ديسلايك. كان معكم احمد كابو من موقع تونيزيان جيمرز، صلاح عجبكم الفيديو، سي يا جايز في الفيديو الجاي، تشاو.